طيب شايف عندي استفسار بسيط. أنا معك البارح قلت للحامل لا تقرأ سورة القارعة والزلزلة، نعم، يعني ما أقرأها لو كتبت. هذه سبحان الله العظيم من تجربة، لأن القرآن كله بركة، وكل آية في كتاب الله لها مكانتها ولها قيمتها ولها وقتها ولها نفعها، ما فيها ضر. القرآن ما فيه ضر لكن له نفع. فمن يقرأ، من كانت على وشك الولادة وتعسرت ولادتها، تقرأ سورة الزلزلة حتى تلد، تساعدها جدا وكأنها قاعدة تهز أو ترج بطنها حتى يخرج بمشيئة الله، يسهل ويساعد. فاحنا نقول للحامل لا، أنا نخشى لا سمح الله، لانه احيانا يكون القرين او القرينه تتاذى تؤذي، فاحنا نقول لا نسكت، نستغفر الله سبحانه وتعالى ونقرا كل شيء الا كرقيه، يعني كرقيه. اما تقرأينها في الصلاه وكذا ما في خلاف. أقرأها ولا لا؟ اقرايهم، تجاوزي فيها، تجاوزي سوره الزلزله، الواقعه والانفال.